السلام عليكم، أنا الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام. هكلمكم النهاردة عن مرض السكر وتأثيره على العظام. مرض السكر مش بس إن السكر بيبقى زيادة في الدم، مرض السكر بالتدريج بيعمل حاجة اسمها التهاب في الأعصاب الطرفية. التهاب الأعصاب الطرفية ده بيؤدي إن المخ بتجيله إشارات غير دقيقة، وتحكمه في الجسم بيبقى برضه غير دقيق، وبالتالي بيؤدي إن الدورة الدموية و البناء والهدم بتاع الأنسجة ما يبقاش ماشي بالصورة المظبوطة. طب ده تأثيره علينا ايه؟ تأثيره علينا الحقيقة في أجزاء مهمة. أولا، إن مرضى السكر بيحسوا بوجع ممكن ما يبقاش وجع حقيقي، أو وجع أكتر من الحقيقي أو أقل من الحقيقي. ليه؟ لأن الإشارة اللي رايحة من المخ مش إشارة صحيحة، فممكن يبقى مريض عنده خشونة حاسس بالخشونة دي أكتر من حقيقتها أو أقل من حقيقتها. فبالتالي الناس دول لما يعالج التهاب الاعصاب الطرفيه والسكر بتلاقي ان يقول لي والله لا، الخشونه بقت وجعها اقل من كده بكتير. الحاجه الثانيه، ان مرضى السكر احتماليه حدوث تاخر التئام للجروح او التهابات وتلوث في العمليات بتاعتهم بيبقى اعلى. عشان كده المفروض محدش عنده سكر يعمل عمليه الا لو السكر التراكمي بتاعه 7 او اقل، انما اكتر من كده يبقى لازم تتاجل، الا لو حاله مستعجله زي واحد مكسور او حاجه زي كده. الجزئيه الثالثه، ان الناس اللي عندها سكر ومهملين لفتره طويله بيبتدي يتاثر الاعصاب بتاعتهم والشرايين، فيبتدي يخشوا في حاجه اسمها مرض شاركوت. مرض شاركوت يعني ايه؟ يعني تبتدي العظم يتاكل في حتت مش المفروض يتاكل فيها، والجسم يكون عظم في حتت تانية مش المفروض يكون فيها، فيبتدي تلاقي المفصل اتحول انه ما بقاش مفصل له أربطة وبيتحرك بطريقة مظبوطة، لا بقى حاجة اسمها شنطة على بعضها، كيس عظم، كيس كده ملخبط، فتلاقي المفصل بقى سايب يتحرك في كل الاتجاهات، وبالتالي لان المريض مش حاسس كويس وبقت القدم او رجله بتتحرك بطريقة مش طبيعية، فيبتدي يخش في حاجة اسمها قرح، والقرحة بعد شوية يحصل لها تلوث يخش في حاجة اسمها قدم سكرية. الناس دول علاجهم ضبط السكر مع جراحة لتثبيت المفصل ده كويس، لأن لازم المفصل يتثبت عشان ما يحصلوش القرح ديت، لأن غير كده بتلاقي حصل احتكاك على مناطق مش طبيعية إن الجسم يمشي عليها فتتعور ويخش في قرحة. إزاي بنحدد نعمل عملية؟ عن طريق الأشعاعات والفحص، زائد زي ما قلنا ضبط السكر التراكمي. ولازم مريض السكر يبقى عارف ان ضبط السكر بتاعه مش مهم يوم العملية، لان مش هو ده المشكلة، ده بيتظبط بسهولة جدا، لكن المهم هو فترة الست شهور اللي ما بعد العملية، لان لما يحافظ على ضبط الست شهور ما بعد العملية يضمن ان يحصل التئام للأنسجة وما يحصلش تلوث او التهابات. لكن اللي يظبط سكره يوم العملية وبعد كده يرجع يهمل، عادة دول يخشوا في مشاكل. فبالتالي علاج اصابات ومرضى امراض العظام في السكر لازم يبقى في تعاون ما بين الدكتور وما بين المريض. لازم الدكتور يعمل الحاجات التفاصيل الكتير الصغيره اللي عليه، تعقيم، اهتمام بالادويه، اهتمام بنوعيه الانسجه والحاجات اللي بيستعملها، وفي نفس الوقت المريض لازم يعمل اللي عليه انه يهتم بضبط السكر، يروح لدكتور السكر بتاعه بانتظام، ما يهملش في الاكل، ما يقولش اصل انا بتنرفز، الحاجات اللي زي كده. شكرا جزيلا.